نحو 10 أيام هي ما تبقى من هذا الشهر الذي بدأناه معكم في تفاعلكم، وحضر فيه 36 ضيفا من مجالات متعددة وأخبار مختلفة حققت صدى كبيرا في مواقع التواصل. ليلة جديدة ونجوم آخرون يحضرون فيها، أهلا بكم. علي باشا الرئيس الكبير قوي، ممكن حسونة كمان. أوبا، يبقى كده وانتوا فرحوني بحاجة. بثلاثة أعمال رمضانية، الفنان المصري محمد كريم حاضر في رمضان ويعتذر عن تقديم موسم جديد من The Voice. هداف الدوري السعودي عمر السومة في تفاعلكم للحديث عن مستقبله مع الأهلي وما دار حول تجنيسه. وبعد انخفاض مستوى المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة، هل أصبح الوقت مناسباً للاستفادة من التجنيس؟ مجدداً أهلاً بكم، نبدأ معكم بسؤال استطلاع اليوم ونشاهد السؤال الآن على الشاشة التفاعلية. هل أنت مع تجنيس اللاعبين للاستفادة منهم في المنتخب السعودي؟ بإمكانكم المشاركة معنا عبر الرد على هذه التغريدة في حسابنا على تويتر الذي يظهر أمامكم بين الفترة والأخرى، أو على هاشتاج البرنامج، وستجدون آراءكم كما كتبتموها في الشريط أسفل الشاشة طوال البرنامج. حضور مكثف لضيفنا الأول هذه الليلة خلال الموسم الرمضاني الفني، ثلاثة أعمال دفعة واحدة، أستاذ ورئيس قسم مع النجم عادل إمام، ومولد وصحب غايب مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وأخيرا في مسلسل ولاد السيدة الذي يتشارك بطولته مع عدة نجوم مصريين، هذا بالإضافة لحضوره تلفزيونيا عبر برنامج The Voice قبل رمضان، الفنان والمذيع المصري محمد كريم. على خشبة المسرح ده أحلى الأصوات خطفت أنفاس المدربين، ولسه المسرح ده هيشهد مرور أحلى الأصوات وأهم الأصوات في العالم العربي، وأصواتهم هتكسر حاجز الكراسي من جديد. الصوت كان البداية، وبالصوت هنبتدي من جديد. الصوت وبس. معالي الباشا الريس الكبير قوي، وممكن حسونة كمان. أوبا، يبقى أكيد وانتوا فرحوني بحاجة. أسلم بس الأول وأسمع. ده أنت مجنونة رسم، أنا بس مش عارف إيه اللي بيغيرك فجأة كده. نفسي أعرف بتجيب الأفكار الغريبة دي منين؟ من باباي. لا يمكن، أونكل حسونة ده راجل زي العسل، استحالة يفكر بالطريقة بتاعتك دي. هو أنا ما قلتلكش؟ وثواني وهنعرف النتيجة. هتجنني حاجلك! الواد ابن عنطر يالا اللي أنت خطفت! والله العظيم يا باشا ما شفت ولا أعرف حاجة عن الموضوع ده. شحطتة ما بين مصر وطنطا، طنطا مصر، يومين ما بنامش. في الآخر مشاهدينا انتوا لسه ما شفتوش حاجة، معانا الفنان والمذيع محمد كريم، اهلا فيك، بنرحب طبعا فيك معانا. ايش سر هذه الجملة الشهيرة اللي حفظناها من The Voice؟ والله الاول انا سعيد جدا معاكم النهارده على قناة العربية وبرنامجك، وكل سنة الأسعد. وكل السادة المشاهدين طيبين وبخير. انتوا لسه ما سمعتوش حاجة، انتوا لسه ما شفتوش حاجة، دي كلمة اخترعتها كده اثناء تقديم برنامج The Voice، وسعيد بيها جدا ان هي بقت قريبة جدا من الناس والناس بتحبها وبتسمعها. طول ما انا ماشي كريم لسه ما سمعتوش حاجه، انتوا لسه ما شفتوش حاجه، فمبسوط ان الواحد بيكون ليه بصمه في كل عمل بيعمله سواء تلفزيون او سينما او تقديم برامج، فسعيد كانت بالتجربه دي. خليني قبل ما ادخل معاك في المسلسلات اللي ما شاء الله السنه انت يعني مكوش على الكل ما شاء الله، خليني على The Voice، اعتذرت او حتكون في الموسم الجديد؟ لا الحقيقه تم الاتفاق مع الام بي سي ان انا يعني اعتذرت عن ان انا هعمل الموسم الثالث. سعيد جدا جدا بنجاح الحمد لله الواحد حققه في الموسم الاول. كانت تجربه جديده عليا انا وكاظم وعاصم وصابر وشين، سعيد جدا بالنجاح فيها واكدت على ده في الموسم الثاني. الحقيقه الموسم يمكن بياخد الساده المشاهدين مش عارفين ممكن ياخد له 6 شهور تصوير، وبالذات المقدم برنامج بيبقى بيضطر انه يسافر كتير ويكون متواجد اكتر في لبنان. ايوه
ده ممكن يأثر على السينما عندي والتلفزيون، خصوصا حتى بتسوي فويس اوفر وبتسوي تفاصيل صح كتير يعني، فبيضطر ان انا بروح كتير. فسعدت جدا بالنجاح و الحمد لله كل بلد عربي بروحها بشوف قد ايه استقبال الجميل بيكون فيها. بس في نفس الوقت انا الشغل بتاعي الاساسي التمثيل، السينما والتلفزيون. فكانت 3 سنين اللي فاتوا عملنا 2 سيزون من انجح الاعمال اللي عملتهم الحمد لله. بس كنت بعتذر كتير عن السينما والتلفزيون. فالسنه دي قررت الحمد لله وعامل 3 مسلسلات في رمضان، وان شاء الله يعني عندي كذا حاجه هتضطر ان انا يعني ان انا اسافر فيهم، بالذات في لوس انجلوس عندي تصوير هناك، يمكن دي من احد الاسباب الاساسيه. ايوه بس طبعا انا سعيد ان انا ابن من ابناء الام بي سي، وسعيد جدا بالنجاح اللي انا حققته معاهم، وان شاء الله دايما على تواصل وحاجات قريبه جديده ان شاء الله. احنا طبعا قبل الهوا كنا بنتكلم انا وانت، بقول لك ما شاء الله عليك كيف بتنظم وقتك، فما شاء الله هذا الشيء باين في 3 اعمال رمضانيه. ما تقول لي الاجابه المعتاده هذه حقت انه كلهم عملت عليهم واشتغلت كلهم ولادي كلهم ولادي بالضبط. لا قل لي ايش اللي انت حاسه فعلا اكثر شيء ضرب مع الناس هذا الموسم؟ مفيش شك استاذ ورئيس قسم للزعيم استاذ عادل امام، انا قضيت اول اسبوع في مصر اطمنت جدا، شفت ردود الافعال جميله ازاي في مصر والشوارع وانت بتتمشي وتشوفي. الحمد لله كان اختيار الحمد لله موفق. لما جيت هنا دبي شفت كمان ازاي طبعا نسبه المشاهده بتاع استاذ عادل امام كبيره جدا في كل الوطن العربي. اكتر حاجه كنت مبسوط فيها ان دخلت في منظومه الدراما القويه الهادفه زي دويتو الجميل مع استاذ عادل امام الزعيم واستاذ يوسف معاطي. أيوه. سعيد جدا جدا ان انا اشتغلت معاهم، خصوصا ان استاذ عادل يعني معروف جدا ان من اشطر الناس واذكى الناس في اختيار الناس، فكنت سعيد ان هو بيختار شخصيا، هو اختارني يعني للدور، واستاذ يوسف معاطي كان حابب جدا ان اكون موجود. وسعدت بالوقوف قدام كاميرا استاذ وائل حسان المخرج يعني. طب وايش في قصه في شراب عادل امام او شيء زي ده على الهوا؟ على الهوا. قصه شراب دي كنت عندي تصوير هنا في دبي، وكان في تكريم في منتدى الاعلام العربي، وكنت انا اللي هقدم وهسلم الجوائز تحت اشراف طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد، وكنت سعيد جدا بالحدث ده. فجيت هنا فلاقي ومتفق معاهم في مصر ان انا عندي كام يوم هكون هنا. أيه. في دبي. اول ما وصلت كلموني قالوا لي معلش بليز لازم ترجع عندك تصوير. يا جماعه ارجع فين؟ انا في اسكندريه في دبي. فقالوا لي طب ترجع بس 24 ساعه تيجي تصور المشهد وترجع. ماستر سين ومهم جدا، داخلين مع والدي رئيس الوزراء. فنزلت من دبي بالبدله وبالجزمه بس من المطار على اللوكيشن على طول، وصلت حوالي الساعه 1 بالليل 2 بالليل، لبست مش معايا شراب. تصرفي انت بقى الساعه 2 بالليل مش لاقيين تمام. مش لاقيين الموضوع. فالمنتج قال لي 3 دقايق، رحنا اشترينا. قلت له اشتريت، الدنيا قافله. فرجع لي بعد كده قلت له طب خلاص لبست الشراب اللي جابه لي ده ودخلت تصوير وانا بصور. قال لي على فكره ده اغلى شراب هتبقى. قلت له ليه؟ قال لي ده شراب استاذ عادل امام. قلت له يا نهارك ابيض كمان سرقت الرجال. انا خدته من اللبيس بتاعه. فزمان استاذ عادل عارف دلوقتي، فكل سنه وانت طيبه بقى على الموضوع. ما في اعمال قادمه بقى. طيب خلينا نشوف يا محمد بعض اراء الناس وتعليقاتهم في التويتر. مثلا هنا يعني بتقول نور العيون انه نتعب نفسنا ونضيع وقتنا ونفرج على مولد وصاحبه غايب ليه؟ ما احنا حافظين فيلم تمر حنا. مولد وصاحبه غايب التجربه مختلفه تماما. انا بالنسبه لي لما اخترت المسلسل ده، المسلسل ده تم تاجيله كذا مره. بس كنت حابب فيه ان انا وهيفا وهبي عملنا قبل كده فيلم وعمل نجاح كبير جدا. ايوه الكاركتر اللي انا كنت عامله كان مختلف عن اللي محمد كريم كان دايما بيعمله، كان اللي هو كان شخصيه قويه شويه وعنيفه شويه. فاللي عجبني في مولد وصاحبه غايب ان شخصيه ضابط على المستوى الانساني هو رومانسي جدا، بتنشا قصه جميله ما بينه وما بين نوسة. هو ضابط عايز يحقق عداله ما بين الناس، مش عايز يفرق ما بين غني وفقير. ايوه فده بيعمله مشاكل كتيره جدا في شغله، فبيضطر ان هو بيتنقل من مكان لمكان. فبيشاء القدر ان كل حته بيتنقل منها بيقابل فيها نوسة اللي هي هيفا، لحد ما بيقابلها بيتنقل لمصلحه السجون، بيبقى ضابط في السجن وهي بتكون مسجونه، فهنا بتتودد العلاقه بقى وبينشا بقى. بس المسلسل يعني سهرت عليه كتير كلام طبعًا. لانه صار فيه كتير مشاكل فيه، وحتى هيفا وهبي يعني ما دعمته مثلا زي ما دعمت مسلسلها الاخر مريم. هل تحس هذا اثر يعني؟ هو ما فيش شك لما يكون في عندك مسلسل تم تاجيله كذا مره كلنا بننشغل، لان خصوصا ان صعب قوي ان انت تجمعي كل الكاست ده تاني في اي مسلسل.
كلنا بقينا كل واحد دلوقتي بيعمل حاجه لوحده. في كاست كبير جدا، نجوم كبار، فصعب ان انت تجمعي، خصوصا انه تاجل من رمضان لرمضان، فصعب ان انت تجمعيهم تاني. انا شايف ان عامل نجاح الحمد لله على المستوى كويس جدا. ممكن يكون لو كان يعني كلنا كنا اتعرض في نفس السنه اللي احنا صورنا فيها كان ممكن يبقى في نجاح اكبر، بس الحمد لله في نجاح كويس بالنسبه لنا. أيوة. انا مبسوط بيه، راضي فيه. طيب هنا مثلا مسلسل ولاد السيد، يمكن واحد من الاشياء اللي اتكلمنا عنها انه انظلم كتير لانه يعني ما في عليه مشاهده زي المسلسلات الاخرى. حاجة اختياري لولاد السيده هي بطولتي انا وصديقي طارق لطفي، احنا الاثنين ظباط واثنين اخوات، كل واحد مختلف على الثاني، بنوري اثنين نموذجين للظباط. أيوة. المسلسل ده معمول التارجت بتاعه التلفزيون المصري والقنوات الأرضية، يعني احنا عارفين ده اوريدي قبل ما نبدأ تصوير. فأنا يهمني برضو الشريحة دي من الناس. أنا بالنسبة لي كسبان إن مثلا مسلسل أستاذ ورئيس قسم يتعرض على الام بي سي، فمتشاف كويس جدا في الوطن العربي. بالنسبة لمسلسل مولود صاحب غايب بتعرض على قناتين فضائيتين في مصر، وبالنسبة لولاد السيدة بتعرض على القناة الأرضي. فده بالنسبة لي أنا كممثل حاجة كويسة، لأن أنا ضمنت أن في شرايح مختلفة من الناس بتفرج على العمل. أيوة. طيب وهل عندك أعمال مستقبلية؟ يعني نقدر نقول مثلا أفلام راجع تقدم برامج شيء؟ الفترة الجاية دي عندي في فيلم مصري إن شاء الله هنبدأ تصويره بعد العيد. وعندي فيلم المفروض في جزء كبير من تصويره هيبقى في لوس انجلوس في امريكا، ده فيلم امريكي. ممتاز الحمد لله. فده يمكن احد بالانجليزي هتمثله يعني بالانجلش. وده هيبقى تاني تجربه ليا، لان انا عملت فيلم فيسبوك رومانس، ده فيلم انجليزي تعرض في مهرجان موناكو وخدت فيه جائزه احسن ممثل، وتعرض كمان في مهرجان كان السينمائي. فانا بحاول اعمل معادله ما بين ان انا اعمل افلام مصريه تتعرض في الوطن العربي، في نفس الوقت ان انا اعمل طموح من زمان عندي ان انا اعمل افلام بره. وفي مسلسلين ان شاء الله بنحضر لهم يمكن مع الام بي سي باذن الله. ممتاز، احنا بنتمنى لك التوفيق في كل اعمالك، وطبعا شكرا على وجودك معنا. كان معنا في الاستوديو الفنان والمذيع والنجم المصري محمد كريم. شكرا لك. مساءكم طيبين، وانتم لسه ما شفتوش. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعضه. نجم الأهلي السعودي عمر السومة في تفاعلكم.